ونخش على المندي. طبعا المندي كله اهم حاجه عندي البهارات والتوابل. وادي اللحمه بتاعتي ملبسه لحمه ضاني ملبسه زي الفل اهي كده اهو. بعملها بطريقه حلوه جميله. ادي حب الزبده مع البصل. طبعا مش هيجي زي المندي بتاع عم غازي اللي اكلهولنا هناك في المدينه، اللهم صل على النبي عليه، حاجه كانت ايه تلوح. وعايز اشكر ابني وحبيبي الاستاذ ايمن جويده مدير عمليات مطار الملك عبد العزيز، لسه متكلمني النهارده صبح عليا وكل يوم التاني بيتصل بيا، الله يبارك له، ربنا يكرمه بحاجه يا النبي. عمي ايمن جويده الراجل المحترم اللي قابلني احلى استقبال هناك في المطار، الله يبارك له، هو عم عادل كده. كل يوم التاني راجل بيتصل بيا، الله يجبر بخاطره. كده اهو هرمي دول؟ لا اهم كده اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. واخدين البهارات واخدين كل حاجه، بس ناقصهم ايه؟ طماطمتين حلوين كده. خش بقى على الرز بتاعنا بتاع المندي، الرز المبهر، رز المندي. طبعا كل الحاجات دي يا جماعه ان شاء الله كله جديد في جديد، عشان ايه؟ نعجب حضراتكم ولا تغيروا المحافظه ولا تروحوا في اي حته. بص يا باشا، بص يا باشا، بص يا باشا، كده ونخش الفرن. يا اختي يلا مل علي اهو، ادي البصلايه حبيبي يا سيدنا محمد، وادي شويه توم كريم كستر. ناخد كله عشان ناخد شويه منه. انا عمال اقلب في الثلاجات عندي لقيت حاجات كتيره قوي جدا من العيد، لازم اخلص منها، لازم اخلص منها. ادي شويه توم، عايز السكينه القديمه بتاعت دي ليه؟ راحت فين؟ وادي الطماطس بتاعتي اهي اهي كده. الشوربه بتاعتي زي الفل اهي، اللهم صل على النبي. نقشر الطماطم بتاعتي بتاعت المندي اهو. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا حبيبي يا سيدنا محمد، بحبك يا رسول الله،
كده احط على الهادي تشتغل مع بعضيها كده اهو.